مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا لكل الزملاء في تواصل أشواط الرموز في أمسية هذه الليلة مع سن الإذاعة سن الإبداع. تواصل أشواطي مساء هذا اليوم في استمرارية بعد أشواط الرموز، كذلك هناك الأثار حاضرة والأسماء حاضرة في أشواط السيارات والزعفران والأشواط الجميل الذي يحملها ختامية المرموم بشعارات يا أبناء الخليج. وهذا الشوط الذي كان يسمى شوط الرنج روفر بعد الرموز، يعني شوط له أهمية وله أسماء جميلة ورائعة للقاية في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. أنوه بالنسبة لتتويج الرموز بعد الشوط الثامن للأخوة الفائزين بالرموز للتتويج في المنصة بعد ثامن أشواط مساء هذا اليوم. هكذا انطلق مع هذا الشوط وهو الشوط السابع في الأشواط. المحليات الإذاعة البكار تتقدمهن وتتسيدهن وتتصدرهن بعد الانطلاقة، وهذه بطرة على مقدمة الشوط. يتقدم سهيل بن محمد بن سهيل بن راشد الحميري بو منصور وشعاره المعروف كذلك، بينما المركز الثاني حشيمة تأتي في المركز الثاني، وعامر بن محمد بن عبيد المزروعي يتقدم على ثاني المراكز. أما المركز الثالث هذه اللي تقدمت سمحة مسلم بن مبارك بن حمد بالعود العامري يتقدم كذلك بهذا الاندفاع، بينما هناك من الجانب الآخر ندى علي بن حمد بن علي بن مقارح المرياتي في المركز الخامس. المركز السادس هذه تواجدت نشرة في المركز السادس، يقودها نشرة مبارك بيمعة بن مغير الخيالي. المركز السابع ملوح محمد بن خميس بن علي البطيني. المركز الثامن وصلت له في هذه اللحظات الراشدية تعود ملكيتها مشاهدينا الأعزاء لحمد بن هيام بن سالم العامري. المركز التاسع أشوف الدخول في هذه اللحظات روعة عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة. المركز العاشر هذه النشمية تأتي، يتقدم سلم بصالح بن طرشوم العامري في هذا الشوط الذي يحمل المحل الأصايل في بداية هذه الانطلاقات. أشواط شوطي ما بعد الرموز الذي نطلق عليه دائما كذلك يحمل أسماء وشعارات، كذلك يحمل الكثير والكثير من الحسابات عند ملاك الهجن لهذا الشوط. يا مجمل الفوز يا مجمل الناموس فيه بعد الرموز، شوط بعد الرموز في هذا الاندفاع. نسير مع المراكز الأولى، نسير مع الانطلاق الأول في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. الحميري راعي بطرة سهيل بن محمد بسهيل بو منصور الحميري يتقدم على مقدمة الشوط ويقدم بطرة من البداية على مسار المركز الأول، تليها في المركز الثاني وتأتي في المركز الثاني في هذه اللحظات. هذه ذرة تأتي، يتقدم عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري يأتي على المركز الثاني في هذا الاندفاع، بينما شعارك يا أبو مسلم، شعارك يا مبارك يا بالعود، سمح مسلم بن مبارك بالعود العامري يتقدم مع المركز الثالث، مع ثالث المراكز. المركز الرابع رابع المراكز، وهذه نشرة بن مغير الخيالي مبارك بن يمع بن مغير الخيالي موقعها المركز الرابع. المركز الخامس هذه نبا فارس بن سهيل يبهوني الظاهري في خامس المراكز. المركز السادس عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يتقدم في هذه اللحظات، بينما بن مقارح من الجانب الآخر يقدم ندى علي بن حمد بن مقارح. والمركز الثامن ولا التاسع يا القليبي، هذه التاسعة نعم كم رقمها، أشوف الدخول
الفاصل هذه تدخلت الراشدية، حمد بن هيام بن حمد العامري وعاشر العاشر رقم 5 هذه سمحة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي ياتي المدهش وشعاره في هذه الانطلاقات في هذا التحدي والأثار الحاضرة. خلاص يا العشر، خلاص العشر المراكز، باي باي، هني بنروح مع المراكز الأولو. الأول أموت وحياب مع هذا المسار، نغطة المرموم هو موتر المرموم، موتر المرموم عن 10 مواتر ورمزها عن 1000 برج في المدينة. روح هذا موتر المرموم، هذا شوط موتر المرموم بعد الرموز في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. لا زال بو منصور، ولكن بو مسلم الشاعر بالعود العامري شاعر الجماهير متابعين فيها، شاعر المليون، شاعر كذلك هذه الانطلاقات، مقدم لنا مشاهدين العزاء، مقدم سمحة مسلم بن مبارك بن حمد بن عود العامري، قدم سمحة انطلقت على المركز الأول، اندفعت على المقدمة تليها في المركز الثاني، وهذه نبا، هذه نبا، يلا قرب النبا يا اليابهوني، قرب النبا بالناموس والزعفران، فارس مسهيل اليابهوني الظاهري. أما المركز الثالث هذا بن مقارح يقدم ندى، علي بن حمد بن مقارح بدأت الأمور، غادرنا الكيلو الأخير. أوه يا سلام، شوف الوصول، شوف بن هيان الواصل، شوف الجماعة والشعارات، وشوف عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي اللي من البداية في التنافس، والمدهش واصل، المدهش سالب العامر المدهوشي، كل الأسماء وكذلك روعة مع الرفيس عبد الله بن خلفان وطيارة اليابهوني. طارت طيارة اليابهوني، هذا شعاره اللي يحمل الطيارة، اللي يحمل هذه الانطلاقة، الأمتار الأخيرة فارس بن سهيل اليابهوني مقدم لنا نبا، ولكن من الجانب الآخر وينها هذا بن هيان، هذا الداهية راعي اليمشى، وصل ولكن المدهوش الله يا مجمل الشوط، ولكن اليابهوني وطيارة اليابهوني والكابتن اليابهوني يقدم هذه الانطلاقات. نبا 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 نبا، تهانينا والناموس حظت بشوط ما بعد الرموز في هذا الانطلاق. شكرا راشد الزرعي كذلك في المتابعة، سلام يا اليابهوني، سلام. المركز الثاني حلت فيه سمحة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، المركز الثالث حلت فيه مشاهدي العزاء حشيمة لعامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي، والمركز الرابع من وصلت فيه الراشدية لحمد بن هيام سالم العامري، والمركز الخامس هذه روعة الرفيسة عبد الله بن خلفان. هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. شوط كان جميل بالتنافس والأثار في هذا الشهر الفضيل، ولكن اليابهوني حمل السلامات لأهالي العين ولأهالي سويحان. 9:07 من الثانية، بعد 9 دقائق فارس بن سهيل اليابهوني الظاهري، تهانينا على فوز نبا بالنبا الجميل والرائع. 9:06 المركز الثاني أحد شباب السلطنة المدهوشي المشارك بكل إنجازات سالب العامر المدهوشي، قدم سمحة على المركز الثاني. المركز الثالث 9:02 من الثاني، هذه حشيمة اللي حلت في المركز الثالث، عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي. هكذا كان الشوط، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا.